من منطقة جونيا تنضم إلينا الكاتبة السياسية في صحيفة النهار روزانا أبو منصف. سيدة روزانا، مرحبا بك، شكرا لقبول الدعوة. بداية، كيف تقرأين جولات لودريان مكوكية اليوم مع قادة الكتل السياسية من أجل دفعهم نحو غلق ملف انتخاب الرئيس؟ مساء الخير وتحية لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. بالواقع جولة لودريان متوقعة. هناك كان اتفاق في موازاة اتفاق وقف النار، كان في هناك اتفاق أو تفاهم بين الرئيس بري وطبعا والرئيس مئاتي والقوى الخارجية وممثلي السفارات، يعني الدول الخمس، على أنه انتخاب رئيس الجمهورية سيفعل فورا إطلاق النار. حتى كانت هناك ضغوط شهدناها قبل وقف النار في موازاة الجهود التي كانت تبذل من أجل أن يسبق انتخاب رئيس الجمهورية وقف النار بعدم ربط الأمرين معا، لكن الرئيس بري أصر على ذلك على وقف النار مع حزب الله قبل انتخاب رئيس الجمهورية. شهدنا هذا الموقف من نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بإطلالاته الأخيرة حين رفض أيضا أنه انتخاب رئيس الجمهورية. الآن حان هذا الوقت، وأما وأنه حصل وقف إطلاق النار لم يعد مبرر أمام كل القوى السياسية من أجل أن تذهب إلى انتخاب رئيس الجمهورية. هم فشلوا خلال 12 جلسة سابقة، فشلوا في انتخاب الرئيس، ويعني سألت الضيف السابق وأكرر نفس السؤال، ما المختلف هذه المرة؟ ما الضامن أنهم سينتخبون هذه المرة؟ وماذا لو فشلت هذه المساعي؟ أولا أعتقد أنها لن تفشل، أن الرئيس بري حدد هذا الموعد وجزم بأنها ستكون الجلسة مثمرة، وأعتقد أن ذلك صحيح. هناك تفاهمات خارجية بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي وكل القوى السياسية مع الخارج على انتخاب رئيس الجمهورية. الأمر سيحصل، هناك ضغوط ليست خارجية. هذا التفاهم ارتبط بوقف النار أولا، ثم هناك ضغوط كثيرة ومهمة. بعد الحرب هناك مشكلة يواجهها لبنان على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإعماري، هناك مشكلة كبيرة. لن يتحدث أحد مع لبنان إذا لم يكن هناك رئيس جمهورية، وإذا لم يكن هناك حكومة فاعلة وتقر برنامج تنفيذ 1701 أو اتفاق وقف النار، وتاليا تذهب إلى الإصلاحات وإعادة البناء. ما لم يحصل ذلك، هذا الضغط الإضافي حصل بعد الحرب، هناك اضطرار وحتمية بحصول هذا الأمر في القريب العاجل. وليس سرا أن هناك توقعات كانت أن يعين الرئيس بري جلسة حتى الأسبوع المقبل وليس بعد شهر، من أجل أن يتم انتخاب رئيس قبل آخر السنة، ولكن ذلك لم يحصل. أستميحك عذرا، هنالك عواجل تأتينا تباعا. الجيش اللبناني أعلن أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس، وهذا التصريح لافت من الجيش اللبناني. الآن الجيش هو الذي يتحدث، وأيضا الجيش اللبناني يقول الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية. إذن إسرائيل تقول أن حزب الله هو من يخرق هذه الهدنة والاتفاق، ومن جهة يعني تحوم بطائراتها على الأراضي اللبنانية. كيف تقرأين هذا التصعيد؟ أولا هناك مهلة 60 يوم، 60 يوم ليست ضمانة بحد ذاتها، كان هي التي بدأت هذه المهلة التي بدأت أمس، وحتى 27 كانون الثاني المقبل هي فترة تجربة. لم تتخلى إسرائيل ولن تتخلى عن توغلها في بعض القرى اللبنانية، وهي هددت بأنها ستتدخل في حال لمست أي تهديد لها أو أي. لكن سيدة روزانا، أنت تابعت الاتفاق، لكن نعم. من ضمن شروط الاتفاق هناك نعم. لجنة طبعا. خماسية تتابع ما طبعا. يجري على الأرض، وأي خروقات ترفع إلى اللجنة الخماسية، أليس كذلك؟ لم تتألف بعد، لم يتم وضعها بعد موضع التنفيذ. هذا هي ستكون المرجعية حينما تبدأ عملها. هذا لم متى سيتم تأليف هذه المجموعة؟
سيتم خلال 60 يوم تأليف هذا المجموعة، سيتم انسحاب إسرائيل خلال الـ60 يوم، وأيضا انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود. في هذه الفترة هناك فترة اختبار، من أجل ذلك هناك من يعني تخوف من أن هذه 60 يوما ليست نهاية الحرب بعد، في انتظار أن تنتهي هذه المهلة، لأنها فترة تجربة ليس أكثر ولا أقل. على كل حال، هل تعتقدين أن فترة الـ60 يوم هي مماطلة من إسرائيل وأن ذهبت إلى هذه الهدنة من أجل إعادة التسليح؟ الولايات المتحدة بدأت في تسليح إسرائيل مرة أخرى بتسليح عسكري وصل إلى $500 مليون، وهنا نتساءل إلى أي مدى هذه الهدنة ستستمر؟ ويعني الخروقات، إذا أردنا أن نتحدث عن الخروقات الإسرائيلية الآن، إسرائيل تسيطر على 12 قرية، إذا أردنا أن نتحدث عن الخط الجنوبي الموازي لخط الأزرق ونهر الليطاني، ما يعني هناك خرق واضح من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هل هناك طبعاً مؤشرات لربما أن هذه الهدنة ربما قد تنتهي خلال أيام لا سمح الله؟ طبعا لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. يعني الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، وضعت ثقلها في هذا الأمر، وهناك وعد قدمه نتنياهو بإنهاء هذا الموضوع قبل وصول ترامب في 20 كانون الثاني المقبل. هناك التزامات بهذا الموضوع. لا أعتقد أنها هدنة يعني ربما تهتز بعض الشيء. هناك في اختبار عمليا، كل من الطرفين حين يقول الإسرائيلي أن هناك يعني عناصر من حزب الله تتقدم إلى مواقع القرى اللبنانية، عملية رصد، كل من الطرفين يرصد طيب استعدادات الآخر ويتحداه، لكن لا أعتقد أن الهدنة يعني ستنتهي أو ستكون ستفشل في نهاية الأمر. يعني أن نسمع تصريحات من الجيش اللبناني حول هذه الخروق، يعني الآن آخر تصريح يأتي يقول أنه نتابع الخروق الإسرائيلية من الجيش اللبناني، نتابع الخروق الإسرائيلية بالتنسيق مع المراجع المختصة، وهذا ربما يعطي قوة للجيش اللبناني، تمديد للقائد جوزيف عون. اليوم كيف تقرأين هذا التمديد لعام آخر؟ هل هي ربما آلية لدفع القائد إلى أن يترشح لرئاسة لبنان؟ أود أن أعلق على بيان قيادة الجيش. بيان قيادة الجيش عن الخروقات الإسرائيلية يعني يوجه رسالة أن الجيش استلم زمام الأمور، وهو المعني يعني بالإجابة على إسرائيل وعلى تحدياتها من الآن وصاعدا، وهذا أمر مهم، هذه رسالة مهمة. أما بالنسبة إلى التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، أولا لا خيار أمام القوى السياسية إلا التمديد لقائد الجيش. لو حصل انتخاب رئيس الجمهورية الآن كان عليه أن يعين قائدا للجيش، أما الآن هذا الأمر يعني ليس مرجحا، لأنه ولاية قائد الجيش تنتهي مع بداية السنة الجديدة، وتاليا هناك حاجة إلى استمراره في مهامه، وكذلك القوى الأمنية. وحتى لو انتخب رئيس الجمهورية الآن لا يستطيع أن يعين، هناك عملية تأليف الحكومة، هناك يعني في آلية تحتاج إلى بضعة أسابيع أو أشهر من أجل أن يحصل هذا الأمر. أما بالنسبة إلى أنه تمديد قائد الجيش يعطيه فرصة طبعا للترشيح للرئاسة لانتخابه رئيسا للجمهورية، هناك فرصة قوية لجوزيف عون، لقائد جوزيف عون، لأن يكون رئيسا للجمهورية. أعتقد أنه هو المرشح الأبرز وشبه الوحيد تقريبا، هو المرجح من أجل أن يكون رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة. من منطقة جوني في بيروت، الكاتبة السياسية في صحيفة النهار روزانا أبو منصف، شكرا جزيلا لك.